السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذه، وان الناس اللي كتعاني من الوسواس كنتمنى ان الاعراض تكون كتخف، يعني الاعراض ديال الوسواس تكون ان شاء الله كتنقص وتكون حالتهم النفسيه والروحيه في تحسن. الوغ بوغ ناس اللي كيسولوني بزاف على التعاليق وكيرسلوا لي بزاف ديال الاسئله، انا على قبلكم درت هذا الفيديو هذه وكنحاول انني ندير اشاك فوا دي فيديو، يعني كما عارفين كما كتشوفوا في القناه عندي محتوى اخر، ولكن كنحاول ندير لكم يعني دي فيديو اللي تستافدوا من التجربه ديالي ونعاونكم واخا غير بشي شويه من التجربه اللي دوزتها يعني خلال 5 اشهر. وان شاء الله غادي نبقى اشاك فوا ندير لكم دي فيديو اللي كنجاوب على التعاليق ديالكم وكنجاوب على الاسئله ديالكم. وفوالا لي شيغي، وكنتمنى انكم تشجعوني بان لايك وتشجعوني بان كومونتير بيان سور، ولا عندكم بيان سور اي تساؤل مرحبا بكم كتبوه ليا في التعاليق. وبوغ الناس اللي كيطلبوا الهاتف ديالي، انا مالوغوزمون ما نقدش نعطيكم مون نيميرو في لي كومونتير، يعني ارسلوا لي نتوما النمره ديالكم النيميرو خليو لي في التعليق وانا ان شاء الله غادي نكونتاكتيكم. اولا راه كاين انستغرام ديالي اللي غادي نخليه لكم هنايا سناء موند، تقدروا ترسلوني في سناء موند اللي كنجاوب بيان سور كاع الناس، وان شاء الله نفيدوا بعضياتنا. يعني انا ما درت هذه القناه الا باش نساعدوا بعضياتنا وباش كل واحد يفيد الاخ ديالو الاخر بتجربه بنصيحه باي حاجه. الوغ درت هذا الفيديو هذه بيان سور على جوج ديال الحوايج، على واحد جوج ديال التعاليق اللي اثاروا الانتباه ديالي. اول واحد هو باش كتعرف راسك كتعاني من الوسواس القهري، وثاني سؤال هو شنو الاعراض اللي عانيتي منها خلال العلاج، يعني خلال فتره العلاج اولا في خلال فتره الرقيه الشرعيه. الوغ فوالا لي شيغي، دونك غادي نجاوب على هاد التساؤلات هادي. دونك اول حاجه، الناس اللي سولتني باش كتعرف راسك انك كتعاني من الوسواس، الوسواس القهري هي واحد الفكره اللي كتدخل العقل ديالك وما كتقدش تحيدها، يعني هي واحد الفكره كما الاسم ديالها الوسواس القهري، هي واحد الفكره قهريه اللي كتغير لك نمط العيش ديالك، يعني كتولي كتنعس وانت كتفكر في ديك الفكره الوسواسيه. يعني مثلا انا كان عندي وسواس الموت، يعني كنت كنعس على فكره الوسواس على الفكره ديال الموت، كنفيق على فكره الموت، كنبغي نخرج كنقول غادي نموت، يعني اي حاجه كتولي عندك فيها كلمه الموت، يعني ديك الفكره كتولي كتسير لك حياتك ومبرمجه لك اللاوعي ديالك والوعي ديالك، يعني الوعي ديالك واللاوعي ديالك كلهم كيفكروا غير في الموت. يعني هي واحد الفكره اللي وسواسيه اللي كتولي كتغير لك نمط الحياه ديالك، يعني كتولي الحياه ديالك كلها كدور على ديك الفكره. يعني مثلا انا فاش كنت كنعاني من وسواس الموت كانت حياتي كلها كدور على الوسواس، يعني وسواس الموت. غادي مثلا كنت كتقول لي ماما يلا نخرجوا، كنقولها غادي نموت، غادي نعس، غادي نموت، غادي اي حاجه كنبغي نديرها، اي اكتيفيتي كنبغي نديرها بوندون ما جوني كنقول غادي نموت. يعني الموت كيف الفكره ديال الموت غيرت لي حياتي كامله، يعني بين ليله وضحاها الحياه ديالكم كتغير. يعني هذه الفكره هذه كتكون قهريه اللي ما كنقدوش نحيدوها من العقل ديالنا، يعني باي طريقه كما درتي ما كتقدش تحيدها، حيت هي واحد الفكره اللي زرعات في الداخل ديالك وصعيب انك تحيدها. وبيان سور هذه الفكره هذه ما هي الا فكره شيطانيه، يعني راه الشيطان هو اللي كيدير لنا دوك الافكار. اي دايوغ الناس اللي كتعاني من الوسواس راه كيعرفوا المعنى ديال الوسواس القهري، يعني شي حاجه كتبقى تهضر لكم في الداخل ديالكم. اي دايوغ انا كانت عندي، انا من خلال التجربه ديالي كنت كنحس وكان شي واحد كيهضر لي في العقل ديالي، شي واحد كيقول لي سناء غتموتي، سناء يعني صافي غادي تموتي، هذه النهايه ديالك، صافي هذه اخرتك في الحياه، يعني وكان شي واحد تيقول لي هذه الهضره في العقل ديالي. دايوغ راه الشيطان. ولكن يعني باش نقرب الصوره من الناس، الوسواس القهري هي فاش واحد الفكره كتدخل، هو نورمالمون فاش الانسان ما كيكونش يعني كيعاني من الوسواس، اي فكره كتدخلوا للعقل كيبغي يحيدها، كيورك مثلا كيورك على ان بوطون تتحيد الفكره وكتمشي. الوغ كو الانسان فاش كيكون كيعاني من الوسواس القهري، الفكره فاش كتدخل العقل ما كيقدش يحيدها، وكان دوك لو بوطون اللي كيحيد ديك الفكره تحرقنا في العقل ديالنا. سكيفي يعني الوسواس القهري واحد الفكره كتولي حياتك كلها كدور عليها، واحد الفكره اللي ما كتقدش تحيدها من حياتك. اي دايوغ هادشي كينطبق على وسواس المرض، وسواس العقيده، وسواس الموت، يعني كل واحد وشنو الوسواس اللي عنده. مثلا الناس اللي عندهم وسواس المرض كيولي حياتهم كامله كدور على المرض، مثلا شاف شي واحد مريض تيقول انا راني مريض بنفس المرض، اي حاجه في حياتهم كيوضعوا لها علاقه مع المرض. مثلا انا فاش كنت كنعاني من وسواس الموت كنت الى فتحت غير مثلا انستغرام او واتساب او اي شبكه من شبكات التواصل الاجتماعي وطلع لي شي واحد شي حاجه فيها ان الله وان الى راجعون، تنقول صافي هذه هي اخرتي، هذا ربي كيعطيني علامه ان اخرتي قربات. اي حاجه كما كنقولوا كنربطها بوسواس الموت، يعني كتولي حياتك كلها كدور على وسواس الموت. مثلا في حياتنا اليوميه الى شفنا سيارات نقل الاموات دايزه غادي نقولوا ان الله وان الى
راجعون ولا رزقنا ورزقكم حسن الخاتمه. الوغ كيفاش كتكون فاش كنت كنعاني من وسواس الموت الا شفت سياره نقل الاموات قلبي كيتزير عليا قلبي كيبدا يضرب كنخاف كنتخلي علاش حيت عندي واحد الفكره ديال الموت يعني اللي قاهراني وفاش كنشوف سياره نقل الاموات كنقول هذا دليل انني صافي انا غادي نموت يعني اي حاجه كما قلت لكم كتربطوها بالموت لدرجه ان واحد اليوتيوبر مصري ما عرفتش الاسم ديالو صراحه ما عقلتش عليه كان توفى ودوكو شفته وانا كنت ديك الساعه يلاه باجي يوتيوب وعندي وسواس الموت صافي بديت كنقول انا غادي نموت انا غادي نموت كما مات داك الشاب وتهو كان شاب يعني في عمره 24 سنه خفت يعني اي حاجه كتشوفوها في النهار ديالكم كتربطوها بالموت يعني كما قلت لكم في شبكه التواصل الاجتماعي شفتوا غير شي جنازه دايزه شفتوا اي حاجه كتربطوها بالموت حيت نتوما اصلا عندكم واحد الفكره قهريه اللي هي الموت وحياتكم كامله كتولي دايره على الموت يعني ما كتقدوش تكملوا المسيره ديال الحياه ديالكم. يعني بوغ الناس اللي كيسولوني شنو هو الوسواس القهري الوسواس القهري هي فاش كتولي واحد الفكره قهريه كدوز بها ايامك كامله لي نوي ديالك ولي جورني ديالك كلهم كتبقى تفكر غير في ديك الفكره اللي كتكون خايبه ويعني كديرونجيك يعني ما كتخليكش تكمل حياتك. مثلا فاش كنت كنبغي نخرج كنقول ما نقدرش نخرج حيت الا خرجت غادي نموت الا بغيت نعس الا نعست غادي نموت يعني هذه وساوس الشيطانيه جو سي بيان سا ولكن هذا هو الوسواس القهري يعني واحد الفكره كتغير لك نمط الحياه ديالك كامل اي مالوغوزمون ما كنقدوش نحيدو ديك الفكره. يعني كاين الناس لاحظت كيكتبوا في لي كومونتير وخاصكم غير ما تبقاوش تفكروا في ديك الفكره هذه الفكره ماشي كنفكروا فيها باش كتجي هذه الفكره كتكون التبست لنا العقل ديالنا وعقلنا كيولي كيفكر غير في نفس الحاجه يعني سواء وسواس المرض سواء وسواس العقيده سواء وسواس الموت يعني هذا هو الوسواس يعني فاش كتكون واحد الفكره كتسير لكم حياتكم وما كتقدوش تحبسوا ديك الفكره. الوغ جيسبر بيان انكم تكونوا فهمتوا شنو المعنى ديال الوسواس القهري جيسبر بيان انني نكون شرحت لكم. وبالنسبه للناس اللي يعني تيبقاو يقولوا كنلاحظ في لي كومونتير ان واحد تيقول لاخر لا وخاصكم حيدوا من عقلكم ما تبقاوش انا كنطلب منكم جزيلا انكم ما تبقاوش تقولوا للناس اللي كيعانيوا من الوسواس القهري تقولوا لهم لا ما تفكرش بديك الحاجه لا خوي راسك لا ما تبقاش تفكر في ديك الفكره. هاد الافكار كتكون امبوزي علينا يعني حنا ما كنكونوش حنا اللي كنتحكموا فيها هي كتجي وكتلتبس لنا العقل ديالنا وكتبقى الفكره كتعاود يعني كتبقى مثلا الناس اللي عندهم وسواس المرض كيبقى عقلو النهار كامل كيفكر غادي تمرض غادي تمرض غادي تمرض فيك المرض ديال الكونسير الله يحفظ فيك المرض ديال البروستات فيك المرض ديال اي حاجه يعني اي مرض خبيث ديال السيدامه مثلا كتبقى ديك الفكره هي اللي كدوز لك لي جورني ديالك ومالوغوزمون الحياه ديالك كتغير مع هذا الوسواس القهري. ولكن نو زانكيتي با بالبرنامج علاش ديال احمد الخياط الله يجازيه بالخير وبان شاء الله يعني بالقوه ديالكم وبالايمان ديالكم بالقوه ديالكم ان شاء الله وبالايمان ديالكم غادي تغلبوا على هذا الوسواس هذا وفوزالي لو ديباسي. الوغ دابا غادي نبارطاجي معكم الاعراض اللي عانيت منها في خلال فترة العلاج صراحة هما بزاف ديال الأعراض اللي كسبتهم ديجا في لوغوجيستر ديالي وما كتر وغادي نحاول نقربكم من كل عرض من الأعراض حيت فاش كيكون فينا الوسواس كنقولوا بلي غير حنا اللي كنعانيو من هادشي. الوغ بغيت نقول لكم من هاد الفيديو هذا راه ماشي غير نتوما اللي كتعانيو راه انا عانيت وبزاف ديال الناس كيعانيو ان شاء الله كلنا غادي نبراو كلشي غادي يبرا والفرج قريب باذن الله. الوغ من اول الاعراض اللي عانيت منها هو الم حاد في الراس. انا صراحه جوكو بديت الرقيه اليوم ديك الساعه بداني الم بجد حاد في الراس بحال الا اونجيغي كشي واحد كيشد لي راسي وكيضربوا لي بحال هكا. دايوغ كتشرب لي كومبريمي كتشرب العقاقير كتشرب الدواء اي حاجه كتشربها ما كتجيبش معاك نتيجه يعني كاع الدوايات كنت كنشربهم ما كيجيبوش معايا نتيجه يعني واحد الالم في الراس جد حاد يعني ما كتقدوش تصبروا لذاك الالم. ولكن يعني بالايمان ديالنا الحمد لله وبالصبر غادي فوزالي ديباسي هذا الشيء. ولكن صراحه الالم الحاد في الراس كان كيجيني سورتو الايام الاولى ديال العلاج ولكن جوكو كتوالفوا العلاج وكتوالفوا ختم القران وكتوالفوا يعني قراءه القران والتلاوه وكتوالفوا اذكار الصباح والمساء والصلاه على وقتها كتبدا هاد الاعراض هذه تختفي واحده تلو اخرى. وفوالا يعني انا عانيت بزاف من الم في الراس الم جد حاد لدرجه انني كنتفكر داك الالم الدموع لا قسما بالله لعينيا كيبداو جيلي زو لارمويان يعني عينيا كنحس بهم داغني بكيو حس داك الالم ما غيفهمو غير الانسان اللي كيعاني منه. كنتمنى بيان سور ان هاد الاعراض كلها غادي تنقص عندكم في القريب العاجل. الوغ بيان سور كيما قلت لكم الم جد حاد في الراس والدوخه انا كانت تلازمني طول فتره العلاج يعني شي عانيت منها شي شهرين ولا شهر ونص وانا كنعاني من ديك الدوخه. اي دايوغ هاد الدوخه هادي ماشي طبيه يعني لدرجه انني كنت كنمشي للطبيب تنقول له كنحس بالدوخه طبيا ما كانت عندي حتى شي حاجه ولكن هاد الدوخه هادي كانت نفسيه وروحيه ومن اثر من اعراض بلوتو من اعراض الوسواس يعني فاش كتبداو تهاجموا الشيطان تاهو كيبدا يهاجمكم بشتى الطرق. يعني هاد الدوخه هادي كنت كنعس بها كنفيق بها كان اي حاجه كنبغي ندير كنحس بديك الدوخه يعني ديك الدوخه راه ما كتقتل ما كدير حتى شي حاجه غير كديري
هذيك الدوخه كما قلت لكم غير كديرونجيكم ما كتخليكمش دوزوا لا جورني ديالكم مزيان. الوغ انا كما قلت لكم عانيت من الم في الراس، عانيت بزاف من الدوخه فوالا، عانيت سورتو في فتره انا كنهضر لكم يعني فاش كتبداو العلاج، عانيت من انتفاخ في البطن، يعني انتفاخ يعني البطن ديالي كنت كنحس به فريمون منتفخ، يعني انتفاخ في البطن بيان سور. فاش كتكونوا كديروا الرقيه كتعانيوا من الاسهال، من كثره التبول، من الافرازات المهبليه، انا هادشي كلشي عانيت منه قسما بالله. الا كنشارك معكم شي حاجه اللي انا حسيت بها يعني انتفاخ في البطن اولا بلوتو لي غاز، يعني كتعانيوا من لي غاز واخا راكم ما كتاكلوش يعني دي شوز اللي غادي يديروا لكم لي غاز، ولكن كتبداو تعانيوا من لي غاز. عانيت بزاف بيان سور من التجشؤ هو بالدارجه ديالنا تقرع، يعني كتبقى اشاك فوا كتقرع اون ديغي كو ما عرفتش شنو واكل الوغ كو نتا ما واكلت شي حاجه، يعني اون ديغي كو لي ميكروب كيخرجوا. سورتو فاش كنت صراحه بديت الماء المرقي، يعني الماء اللي فيه القران الكريم، بديت كنتقرع بزاف، يعني نو فوز انكيتي با شي كلشي فوز علي لو ديباسي باذن الله، كلشي هاد الاعراض هادي كتختفي واحده تلو الاخرى، غير تبعوا الرقيه والعلاج ديالكم. الوغ من الاشياء اللي عانيت منها اوسي هو تساقط الشعر، انا شعري صراحه كان كيتساقط لي بزاف. اي دايوغ مامي الا كتفرجي في هاد الفيديو راه عارفه شحال كان كيطيح لي شعري، لدرجه ان بحال هكا يعني بحال هكا كيطيح لي شعري، وكانت كتخبيه عليا باش ما نشوفوش وما نتقلقش، ولكن يعني فاش معانا الوسواس الموت كان قاهرني وهذا ما كنتش كاع كان يعني لم اكثرت الشعر ديالي، لدرجه انني حتى وليت كنتحسن عاد وليت كنرد البال بان الشعر ديالي خفاف. ولكن ما تقلقوش يعني تساقط الشعر راه غير في الفتره ديال العلاج، وان شاء الله راه دوكو فوزالي ديباسي هاد الاعراض هادي، راه الشعر ديالكم كيسترجع القوه ديالو الحمد لله، انا شعري بدا كيسترجع القوه ديالو. الوغ من الاشياء اللي كنت كنعاني منها ضيق في التنفس، ضيق في التنفس شديد، يعني كنحس براسي بحال ما قداش نغيسبيري، يعني ما كنقدش نطلع نفس ونزلها. اي دايوغ مشيت عند اختصاصي في الحساسيه وفي الربو، ودرت الغاجو الصدر ديالي، يعني لابواترين ديالي كامله درت لاغاجو، ما عندي حتى شي حاجه، يعني الحمد لله ما كانت عندي حتى شي حاجه. درت الحساسيه يعني باش كيشوف الطبيب واش كانت عندي شي حساسيه، ماشي حاجه حتى شي حاجه ما كانت عندي، يعني جربت كلشي ما عندي ربو، ما عندي حساسيه من الاكل، ما كانت عندي حتى شي حاجه. صافي ديك الساعه الطبيب يعني قسما بالله الطبيب قال لي سناء سا سباس تو سا سا سباس دون طاتيت، يعني راه ما عندك حتى شي حاجه بنتي، كلشي عندك هنايا. فوالا ديك الساعه عرفت بانني ما كنعانيش من الربو وما كنعانيش من داكشي، يعني صافي عرفت بان هادشي كلشي من اعراض الوسواس القهري اولا من الاعراض اللي كيديرها لنا الشيطان فبوندون يعني الرقيه. الوغ فوالا كما كتشوفوا الضيق في التنفس، اي دايوغ انا من الحوايج اللي خلاوني انني كنديباسي الضيق في التنفس انكم كتقولوا بلي هادي غير كنتخيل غير كنتخيل، يعني فاش كتبقى تبرمج العقل ديالك اللاوعي بان هادي فكره غير صائبه ولا فكره ماشي صحيحه، ديك الساعه صافي كتعرف، ديك الساعه صافي العقل ديالك ما كيبقاش يوهمك بانك مخنوق. اي دايوغ انا كنت كندير واحد الويرد كان كيقول لنا احمد الخياط اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته، وكتنفث في الكوش ديالك يعني في اليسار ديالك قسما بالله، الا كنوض ديك كنبقى ندير هاد الويرد هذا وكنوض كنتحرك كندير شي حاجه ما كنبقاش نحس كاع بضيق في التنفس. حتى انا عانيت منه يعني بوندون، يعني انا هاد الاعراض كامله عانيت منها، كل عرض كان كيبان عندي مثلا اسبوع ثلاث ايام اربع ايام وكيمشي هاد العرض هذا بالرقيه الشرعيه، مي باش نقول لكم بانني عانيت من ضيق في التنفس وفوالا، وعانيت ايضا من البكاء الشديد، يعني كنت كنبكي بزاف بوغ اوكون ريزون، ما عندي حتى شي حاجه ما مقلقاني حتى شي حاجه، وكنبكي وما عجبنيش الحال وفيا الغمه، ويعني هو راه ما واقع والو، ولكن انت عندك احساس داخلي بان شي حاجه واقعه ولا شي حاجه غادي توقع، وغير كتبكي غير كتبكي وما عندك حتى شي حاجه، ويعني قسما بالله كنت كندوز النهار كنبكي ثلاثه المرات اربعه المرات في النهار بلا حتى شي حاجه، يعني ما عارفاش مالي غير تنبكي. وصراحه يعني انا كنصحكم فاش تجيكم البكيه بكيو فرغوا، يعني هذيك طاقه خايبه خاصها تخرج، يعني بكيو على راحتكم ما تقلقوش من البكاء. وانا قدامكم اليوم هنا كنضحك الحمد لله، جي دي باسي كاع هاد الاعراض هادي، يعني ما بقيتش الحمد لله كنبكي، ما بقيتش كيضيق بيا التنفس، هاد الاعراض كامله الحمد لله جي دي باسي، وجيت عندكم فهاد لا فيديو هادي نبارطاجيها معكم باش نقول لكم بلي انا عانيت منها، وتنتوما ان شاء الله فوزالي لا دي باسي. اي دايوغ كنت نهار الا ما بكيتش فيه تنقول فاش بديت الحمد لله يعني الاعراض كتفوتني، نهار اللي ما كنبكيش فيه كنقول سبحان الله ما بقيتش كنبكي، يعني بقوه ما في فتره العلاج ولا في الفتره الاولى كنت كنبكي بزاف، يعني البكاء الشديد ما تقلقوش ما تكثرتوش، بكيو ومسحوا دموعكم ونوضوا شوفوا ما ديروا، يعني هذه حتى هي من اعراض
الشيطان فوالا. الوغ عانيت بزاف من عدم النوم، يعني كنت كندوز دي نوي ما كنعش، كنبقى فايقه ما عارفه اش مالي، ولكن الحمد لله يعني انا صافي منين عرفت بان داكشي كله يعني ماشي طبي صافي وليت كنفيق، كنقوم الليل كنصلي كندير الذكر، يعني كنشد المسبحه الالكترونيه وكنبقى نحسب وكنذكر الله نذكر الله حتى كيود الفجر كنصلي صلاه الفجر وكنتكى. وما تقلقوش من هاد الاعراض كلها ان شاء الله غادي تفوتكم. يعني عانيت بزاف من عدم النوم، يعني لدرجه انني كنت كنكون تري فاتيغي، يعني باغي غير الناس جوكو كنعس نصف ساعه كنلقى راسي فقط ما عارفاش مالي مخلوعه. يعني بزاف كذلك بالكوابيس ونوبات، يعني كنكون ناعسه كنفيق، يعني دي نوبه هلع انني خايفه نموت، ولا كنفيق يعني بشي كوابيس ولا بشي احلام خيبه، يعني ما كتخليكش تكمل النوم ديالك. يعني فوالا عانيت من عدم النوم وعانيت بزاف من الكوابيس والاحلام فوالا، وعانيت بزاف من ايضا الاحساس بالقيء، يعني انا ما فيا حتى شي حاجه، يعني ما واكلين شي حاجه اللي غادي نحس بلا نوزي، يعني كما كنقولوا باللغه الفرنسيه كنحس بلا نوزي، وكان لدرجه انا بعد خاصني يكون فيه الموت ديال الجوع، يعني كنكون في جو سوي فريمون افامي، يعني فيه الموت ديال الجوع، ودوكو كتحط الماكله وتنبغي ناكل كيجيني احساس بالقيء، يعني كنحس براسي جي لونفي دو فومير فوالا، يعني فيها لا نوزي، يعني الاحساس بالقيء. وتاد شي انا صراحه يعني فاش جي ديباسي الوسواس والحمد لله كاع هاد الاعراض اختفت معاه، يعني الاحساس بالقيء انا صراحه نوض لي هنا حبوب، يعني تحت يعني في البطن ديالي عندي واحد الحبوب، ما عمر ناض لي الحبوب انا في البطن ديالي، ناض لي واحد الحبوب غريب صراحه. ومعني ملي كنت سنت احمد الخياط يقول لك لا تكثريت لهاد الاعراض هذه، انا صراحه ما كثرتش ليه ويعني ما ديتهاش فيه. المهم الا ناض لكم يعني الحبوب في شي منطقه ما تقلقوش، يعني غير السموم كتخرج من الذات فوالا. بروده الاسنان والم حاد في الاسنان، عانيت من هاد القضيه هذه بزاف، سورتو لو جوغ فاش بديت كنختم القران، يعني النهار اللي بديت كنختم فيه القران وكنقرا فيه القران قسما بالله عانيت بزاف من كنحس بسناني ضاريني. انا صراحه ما عمر ضروني الاسنان ديالي، يعني انا ماشي من النوع اللي كيضروني سناني باش، يعني هاد الاعراض كلها كما قلت لكم راه عانيت منها غير فتره المرض وفتره العلاج. يعني كما قلت لكم كنحس بسناني كيضروني وكان فيها لاكاري، وكان بحال فاش كي واحد كتكون فيه لاكاري يعني فيه السوزه وكيشرب الماء وكيبداو سنانو كيضروا. انا كنكون غير كنقرا القران وكتبدا تضرني سناني، ولا كينوضوا لي الحبوب في اللسان، يعني اللسان، ولا كنحس بحال الا عندي الحلاق من اللوزتين. وهاد شي كامل سبحان الله ما كنت كنشرب لا دواء لا والو، يعني عندهم نهار يومين ما كيبقاش فيك هادشي، يعني هاد الاعراض هادي كتختفي غير مع العلاج. يعني هادشي سبحان الله يعني اشياء غريبه والله. يعني كما قلت لكم كان كيضرني الاسنان ديالي، كانوا كيضروني، كانوا ناضوا لي لي زافت الحبوب، يعني كانوا ضليا في اللثه ولا في اللسان ديالي، وكنت كنعاني ايضا من الحلاقم اولا اللوزتين لي زونجين، يعني غير كنحس بهم منفوخين، ولكن ما كانت كضرني حتى شي حاجه معاهم. يعني هادشي غير فاش بديت كنختم القران اللي وليت كنحس بهاد الاعراض هادي فوالا. طنين الاذن وي كنت كنحس بودنيا بحال مسدودين، وكانوا كيديرونجوني بزاف لدرجه انني كنت كنبكي. يعني هادشي كلشي راه غادي يفوتكم ان شاء الله، يعني كنت كنحس بودنيا كي بحال كيديروا بحال هكا بحال شي حاجه ساده ليا ودني، بحال فاش كتكونوا مسافرين وكتدوزوا على شي جبل ودنيكم كيتسدوا، سي لا ميم شوز. انا جالسه غير في الدار وكنحس بودنيا مسدودين، وصراحه كان كيديرونجيني هادشي، ولكن الحمد لله ملي كتعرف بان هادشي كلشي غادي يفوت، وهادشي كله يعني السبب ديالو الاساسي هو الشيطان، فاش كتبدا تقرا القران وكدير العلاج كيبدا حتى هو يدير لك هادشي، يعني صافي ما كتبقاش مقلق. يعني كما قلت لكم طنين الاذن وكتحس بحال ودني كيديروا بق بق، يعني بحال ما عرفتش كي ندير نشرح لكم صراحه، كنحس بحال ودني كيديروا بق صراحه، ما عرفتش كي ندير نوصل لكم الفكره. المهم جيسبر بيان انكم تكونوا فهمتوني، يعني طنين الاذن ودني كانوا كيديرونجوني بزاف، يعني كنحس بهم كيضروني، يعني كيتسدوا كيتحلوا، ممكن ازعاج كبير في الاذن في الاذنين ديالي وفوالا. تعرق كنت كنتعرق بزاف في فتره العلاج، يعني لدرجه انني كندوز ثلاثه المرات في النهار وديما عرقانه، وعرق صراحه رائحه ديالو ما كانت مزعجه، يعني ما يعني عرق غريب على العرق اللي كنت كنتعرقو في الايام العاديه، يعني عرق غريب. المهم انا عانيت منه التعب والعياء الشديد والخمول لدرجه ان نهاري كامل ما كنت كندير فيه حتى شي حاجه، كنفيق كنرجع نتكا، يعني كنرجع نتكا وكنبقى نقرا القران، كنقول يعني الدواء ديالي هو القران وقيام الليل ويلي تقرب من الله، حيت ما كنت كنقد فريمون ندير حتى شي حاجه، كندوز نهاري كامل اليتي بهذا المعنى هذا، كندوز نهاري كامل اليتي، يعني ما كنقد ندير حتى شي حاجه، اون ديغي كو ما كنعش وما كنفيقش، يعني كان النوم ديالي ما كنتش كنستافد منه، يعني الخمول والكسل شديد جدا وعياء شديد، كل ما عرفت شنو درتي في نهارك.
اي دايوغ انا من نوع لي اكتيف يعني كون كنت من اصلا يعني اصلا انا خموله وكسوله كنت كنقول ماشي مشكل، ولكن انا اصلا في نهاري يعني كنت كنتحرك جيتي اكتيف وكنبغي نتحرك وكنبغي نمشي هنا ونجي هنا. الوغ كيفاش مرضت بهذا المرض ما بقيت كنقد ندير حتى شي حاجه، يعني لدرجه ان الحوايج اللي كانوا كيعجبوني نديرهم ما بقيتش كنقد نديرهم. فوالا السوداويه في الحياه، يعني الحياه كتبدا تبان لك خايبه، كتجيك بحال واحد هنا واحد يعني ما كيعجبكش حال بحال واحد الغمامه. انا صراحه كنت كنفيق كل صباح بشي حاجه عندي هنايا، شي حاجه يعني ما عجبانيش بحال شي حاجه هنا قابطه لي صدري، يعني ما عجبنيش الحال السوداويه في الحياه. الحياه كتبان لي خايبه بدون اهداف بدون امل بدون طموحات، طموحاتي واهدافي كلشي تبخر، يعني حتى حاجه ما بقات عجباني في الحياه. اي دايوغ انا عانيت من هادشي يعني سوداويه في الحياه، وكنت كنفيق كل صباح كنحس بواحد حاجه هنا خايبه يعني الصدر ديالي ما عجبانيش، ما عرفت نفسرها واش ضيق واش ما عرفت صراحه كنا نفسرها. ولكن واحد الصباح باقا نعقل الوقت كنقول سبحان الله ما بقاتش فيا وفقت فرحانه، يعني هاد الاعراض هادي نوفزان كيتي با منها راه كلها باذن الله غادي تمشي. ضيق التنفس كما قلت لكم ديجا راه ذكرتو لكم القموشه الجلديه، نعم انا كنت كنعاني بزاف من القموشه الجلديه. دايوغ ما كانوش عندي الضفار كنت كنقطعهم وكنلقى صحتي مقموشه، لدرجه ان واحد النهار لقيت واحد القموشات من الداخل يعني في الدم ديالي من الداخل تيبانوا لي واحد القميش يعني بحال شي واحد قمشني من الداخل على شكل واحد الطويار. المهم انا صراحه ما خفت في ديك اللحظه، ولكن سبحان الله غير دوش ما بقاش داك الاثر اللي كان فوق في لابو ديالي ما بقاش سبحان الله. يعني ما تكثريتوش لهاد الاشياء هادي غير واصلوا العلاج، انا قدامكم الحمد لله جي ديباسي هادشي كامل، ولدرجه انني قيت هادشي وكنقول سبحان الله هادشي كلشي يعني الحمد لله مشى. فاش كنت كناكل كنت كنحس براسي بحال ما عرفتش بحال ما كنقدش ناكل، بحال كنتخنق في الاكل، بحال التنفس ما كنقدش، يعني هو تدرغي وسواس كيجيب لي الله بحال الا كليت غادي نتخنق وغادي وسواس، يعني راه حتى الاكل ديالي ما كنتش كنقد ناكل مزيان. يعني فواحد الفتره يعني كنت كنتخيل بلي الاكل غادي يخنقني، وبيان سور هادشي كلشي راه فوز علي لو ديباسي حتى هو راه وسواس. انا كنحاول يعني نقول لكم كاع داكشي اللي عانيت منه، قلت لكم عانيت بزاف من السخونه والبروده، يعني كانوا كيجوني فريمون دي بوفي دو شالور لدرجه ان الناس اللي حدايا ما كيحسوش كاع بلا شالور، وانا بوحدي اللي كنحس بالسخونيه في الديس ديالي كما كنقولوا بلا لونغ فرونسيز دي بوفي دو شالور، يعني واحد الصهد واحد الصهد كنت كنحس بحال الحراره كتخرج من الجسد ديالي، اولا كانت كتجيني بعض الخطرات البروده، يعني كنحس بالبروده البروده لدرجه اني كنبقى ندير بحال هكا. اي دايوغ الناس اللي عارفين انا راجل انا المعاناه ديالي يعني من هذا مع هذا الوسواس هذا جاتني اون بلان ايتي، يعني ما خاصش كاع يكون فيا البرد. اي دايوغ كنت كنعاني بزاف من البرد لدرجه اني اللي كنت كنبقى ندير بحال هكا اون جيغي كل برق الثلج كيطيح عليا، يعني نوفو زانكيتي با لو فيت انكم تحسوا بالسخونيه بزاف اولا بالبرد بزاف حتى هي راه من الاعراض يعني ديال هذا المرض هذا. الوغ فوالا دايوغ واحد الحاجه عانيت منها بزاف بزاف هي النبض المتفرق، فريمون عانيت منه بزاف سورتو في الاول كنت كنخاف منه، يعني كنحس بحال شي حاجه كتمشى لي في لو كور ديالي، شي حاجه فريمون كتمشى لي في لو كور ديالي، شي حاجه ايترونج كاينه لداخل وكتمشى. هذا هو النبض المتفرق كيقولوا له باللغه العربيه النبض المتفرق، ما ديوهاش فيه انا عانيت منه لونطون، يعني دوز معايا اون لونغ بيريود كان كيمشي واحد الوقيته وكيرجع. صراحه ما عرفتش شنو السبب ديالو، المهم عانيت بزاف من النبض المتفرق. هو صراحه كيخلع، يعني كتحسوا بحال شي حاجه كتمشي لكم في لو كور ديالكم، يعني كتخلعكم ولكن ما تديوهاش فيها، اون ديغي كان بيبي كيتمشي بحال شي بيبي القليب ديالو كيضرب في لو كور ديالكم، ولكن ما تديوهاش فيها راه هو من هاد الاعراض هادي. صراحه انا في الاول كان كيخلعني وكنت كنخاف منه هذا، ولكن بلو ابخي صافي ولفت ما بقيتش كندير كاع فيه، والحمد لله يعني كلشي كيمشي كما قلت لكم مع العلاج. الوغ فوالا جيسبر بيان انني نكون واخا ما عرفتش شحال حاجه كيقولوا لها باللغه العربيه، يعني اشاك فوا كنبقاو نتفوهوا، يعني اشاك فوا كتلقى راسك كتفوه بزاف، يعني بزاف ما تلقى جاجي سورتو في لا بريير، يعني فاش كتجي تصلي كتلقى راسك كتفوه بزاف بزاف. صراحه ما عرفتش شنو كيقولوا لها باللغه العربيه، المهم الناس اللي عارفين يكتبوا عافاكم في لي كومونتير، الناس اللي ما غاديش يفهمونا بالدارجه ديالنا المغربيه كنقولوا لها تفوه، يعني بزاف ديال الناس ما غاديش يفهموا. دايوغ عانيت بزاف من سيلان الانف، كنت بعض الخطرات كيبقى كنحس بنيفي اون ديغي مروحه، اون ديغي جو سوي انغومي الوغ كو ما كنتش كنكون مروحه ونيفي كيسيل، يعني ضروري كلينكس دوزت واحد المده يعني طويله، يعني واحد اون سومين ولا دو سومين وانا نيفي كيسيل، يعني ولكن الحمد لله يعني راه طون كو تو ني با انغومي ما مروح ما حتى شي حاجه عرفها غير من هاد الاعراض ديال هاد المرض هذا، وتا هي ان شاء الله غادي تمشي هاد الاعراض هادي. يعني سيلان الانف حتى هو عانيت منه بزاف.
الاحساس بعدم الاهتمام بك. انا عانيت من هاد القضيه هادي الوغ كو جيتي اونطوري بما فامي وكلشي دايا فيا وكلشي كيفشني وكلشي سنة مالك سنة هادي يعني الحمد لله كانت عندي اختي عندي بابا عندي ماما الحمد لله وتنتم الله يخلي لكم والديكم وكانوا كيهتموا بي يعني لدرجه انني الا غير مشيت هنا ولا جيت هنا كيجيو سنة مالك سنة هذا وكان واحد النهار جاني الاحساس انه احمد دايا فيا وانا عارفه بان هذا غير احساس يعني لدرجه كنبقى غير نبكي يعني كنحس بحال توحما كيبغيني بحال الوغ كو انا طبيعه ديالي الفطره ديالي انا ماشي من هذا النوع انا جو سوي با يعني دو جونغ اللي كنبقى نقول ما داواش فيا ما عيطوش ليا يعني ما كاينش واحد الاهتمام ولا هذا بالعكس انا في حياتي اليوميه ما كنتش هكا وفاش مرضت سبحان الله وليت كنحس بحال الا ما كيهتموش بيا الوغ كو هذا غير احساس وما تديواش فيه وزعما فوزالي دي باسي هادشي يعني انا راه كنت كنبقى نبكي كتجي عندي ماما تقول لي بنتي مالك كنقول لها ماما ما عيطوش ليا مثلا انا كتقول لي بنتي راه شحال كنعيط لك بنتي علاش كتقلقي علاش يا بنتي يعني الحمد لله هادو غير اعراض يعني من الاعراض ديال الوسواس راه كتلقى راسكم اونطوري بزاف ديال الناس وكتحسوا بحال زعما ما ديها فيكم يعني هادي هي غير من الوساوس اللي كيجي هنا عدم انتظام الدوره الشهريه يعني بوغ لي في اللي كيتفرجوا فيا حتى انا عانيت بزاف مع عدم انتظام الدوره الشهريه يعني الدوره الشهريه ما كانتش كتجيني كاع منتظمه وما بقاتش كتجيني بنفس الحده اللي كانت كتجيني افون ولكن دابا الحمد لله يعني ديرنييرمون رجعت ليا مزيانه وكلشي مقاد الحمد لله يعني ما تديوهاش في هادشي ما تكسرتوش لهادشي يعني غير مع العلاج ومع قراءه القران والتلاوه والاذكار وهادشي كلشي ان شاء الله غادي ترجع حياتكم كما كانت باذن الله فوالا المهم انا كنحاول حيت كتبت هادشي كامل باش كنحاول ما ننسى حتى شي عرض من الاعراض واخا الاعراض صراحه كثيره يعني كثيره بزاف الخوف الشديد نسيت هاد القضيه هادي ديال الخوف الشديد انا عانيت بزاف من الخوف لدرجه ان انا طبيعتي يعني هادشي كاع اللي كنقول لكم هاد الاعراض كامله ما كنتش هكا يعني هاد الاعراض عرفتها حتى مرضت بهذا المرض هذا ايضيغ الخوف الشديد وليت لدرجه ان المعلقه الا طاحت حدا راسي كنقفز النعاس ديالي ولا خفيف انا دابيتود جافي ان سومي بروفون يعني كنعس ما كنبقاش مكتاته الاصوات الجانبيه ولا الاضواء واش شاعله ولا الاضواء باش علاش ولكن سبحان الله فاش مرضت بهذا المرض هذا وليت عندي خوف شديد يعني اي حاجه كنقفز بحال هكا اي حاجه كتخليني الا غير معلقه طاحت كنوض قافز يعني حتى النوم ديالي ولا خفيف وليت كنعاني من الخوف الشديد يعني على ابسط الاشياء وليت كنخاف يعني ولكن الحمد لله مع القران ومع الذكر هادشي كامل كتولي عندكم واحد النفس مطمئنه وكترجعوا لحياتكم الطبيعيه حياتكم الزوينه حياتكم اللي كتكون فيها طمانينه وفيها راحه البال كما كنقولوا بيان سور كما قلت لكم عانيت من الاسهال من هاد من كثره التبول من الافرازات المهبليه من السوداويه في الحياه هادشي كلشي الحمد لله عانيت منه وكلشي فات وكلشي مشى وان شاء الله حتى نتوما غادي تبراو في القريب العاجل يا ربي وبوغ ناس اللي كيسولوني واش مازال متبع العلاج نعم مازال مواظبه على الصلاه على وقتها على صلاه الفجر على اذكار الصباح والمساء على تلاوه القران مازال كنحاول ندير الذكر يعني صراحه يعني فاش كنت مريضه كنت دايره خلوه ولكن دابا الحمد لله دابا كنحاول نشتغل النهار ديالي وكنحاول انني ندير هذا البرنامج العلاجي ولكن الناس اللي كيكونوا كيعانيوا يعني في بدايه المرض كنصحكم بانكم ديروا خلوه مع سيدي ربي وتقربوا منه بالقرايه ديال القران بالصلاه بالذكر بالصيام حتى الصيام مفيد بزاف الصيام كنصحكم حتى انا كنت كنصوم فاش كنت مريضه دايوغ انا راه كنجاني في اون بلانيتي وصمت والله ولكن الحمد لله مور الصيام كتحس بواحد الراحه والاعراض كتنقص والاعراض كتخف وفوالا يعني انا كل مره ان شاء الله غادي نبقى نشارك معكم اشياء يعني ما بغيتش الفيديو عاوتاني يجي طويل بزاف باش ما نكونش عاوتاني ثقيله على قلوبكم وكنتمنى انني نفيدكم واخا غير شي شويه وان شاء الله الفرج قريب من عند الله وبالنسبه للناس اللي عجبتهم لا فيديو خليو لي ان لايك والناس اللي عندهم شي سؤال ولا شي تعليق خليوه في الكومونتير والناس اللي باغا توصلني كنقول لكم وصلوني في سناء موند يعني في انستغرام ديالي سناء موند ولا خليو لي النمره ديالكم انا ان شاء الله غادي نكونتاكتيكم الوغ فوالا لي شيري بغيت نقول لكم الله يجيب لكم الشفاء اجمعين ودعيوا معايا وندعي معكم وكنتمنى ان هذا الفيديو يكون فادكم واخا غير شي شويه وبسلامه عليكم.